انا انا ندعم هشام، هل خديتي في قضيه مليار؟ اجامي ما خديتيش مليار. اقصى قضيه خديتي فيها اجامي. شوف هذا كلام افتراءات. شكون اللي يدي المليار؟ شكون؟ والله غير يعطيك الصحه كي سالت هذا السؤال. يوم ماهوش المحامي لي زانترميديير اللي يدوروا هذا بيجرو داجونس، واحد نعرف القاضي ويعرف هادو اللي يدخلوا ويقولوا رد بالك تقول المحاميه اعطيني زوج ملاير، اعطيني مليار درك نشوف الجوج ونعطيه له اكسيتيغ الوغ سي با فغي، ومن بعد الى ربحت القضيه وليدك خرج ولا بنتك خرج ولا زيد لي المليار الاخر. ومن بعد جوج، ومن بعد هو اسكروكري يعني سي دو ليسكروكري. الوغ باش يقول له درك الا هو ما يعرف لا الجوج لا هو يعرف والو. انا نقول للناس من هذا المنبر ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم من هاد الناس. الوغ واش يصير؟ البارح كان عندي واحد هكذا، البارح شافي كالكا كوم سا جيمي على بورت دايور. واش يديروا؟ كيروحوا يعرفوا بلي محامي كبير راهو في قضيه ويعني قادر ويعرف خدمته، دونك يتخبى وراه. بصح يقولوا رد بالك تقول للمحامي بلي راني انا نعاون فيك ولا انا راني انا والجوج. الا المحامي يجيب ان بون ريزولتا، الا دا هو 50 ولا 60 مليون هذاك المحامي دون اون افير اللي ضرب فيها 3 سنين هو يخدم فيها، الاخر راه يدير 2 ملايير يقولوا شفت هنايا انا شفت الجوج وهضرت معاه. ولا ما ربحش ولا ما كاش يقيل عطيتهم للجوج والجوج هو اللي داهم. يا خويا درك انايا ما كاش منها، روح انت للجوج. وين راه المواطن اللي يروح للجوج يقول له رد لي مليار؟ دونك سي بور سا كو بارك الله فيكم كي طرحتوا هذا السؤال. انا نقول للناس انا فقط حتى